هنعمل زي طاجن او صينيه الشاورما، بس هنعملها بالتوست بطريقه حلوه جدا بالصوص الابيض تجنن. تعالوا نشوف مقاديرها وبعدين نشتغل فيها واحده واحده مع بعض. طبعا زي ما انتوا عارفين انا هشتغل بالتوست، بس هقطع الاطراف بتاعه اللي هي البني. الاطراف دي بقدر احمصها وبستخدمها عادي بقسماط في اي حاجه. عندي توست طري ابيض تمام، وعندي نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه شاورما، وجبنه موتزاريلا، وتتبيله الشاورما محتاجه لها زيت زيتون، ربع كوبايه من الزبادي، فصين ثوم مفروم، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وقرفه وكزبره ناشفه، وعندي كمان الصوص الابيض محتاجه له علبه قشطه، ثلاث معالق مايونيز، ثلاث معالق جبنه كريمي، فص ثوم وبابريكا، وهقدمها بقى ممكن مع بطاطس محمره مع مخلل اي حاجه. هقول تاني المقادير: طاجن الشاورما بالصوص الابيض محتاجين خبز توست بدون اطراف، ونص كيلو صدور فراخ متقطعه شاورما، وجبنه موتزاريلا، وتتبيله الشاورما محتاجه زيت زيتون، ربع كوبايه زبادي، فصين ثوم، وعندي ملح وفلفل وكمون وبابريكا وقرفه وكزبره، والصوص الابيض كمان عندي علبه قشطه، ثلاث معالق من المايونيز، ثلاث معالق جبنه كريمي، وفص ثوم وبابريكا، وهقدمه مع بطاطس محمره او مخلل. تعالوا بقى هجيب بوله كده هبتدي اتبل الشاورما بتاعتي. تمام، هبدا بقى ايه اتبل الشاورما بتاعتي. احط الزبادي اهو، وهحط عليها كل البهارات، البابريكا. هعمل تتبيله للشاورما، ممكن اشتغل بيها على طول في الطاسه مفيش مشكله، بس لو حابين ان انتوا برضو تتبلوا وتحطوها مثلا في اكياس في الفريزر او في اطباق في الفريزر وتطلعوا على طول الشاورما، تقدروا تعملوا التتبيله اللي انا بعملها دي بنفس الطريقه. اهو كده حط شويه كزبره اهو كده، هبدأ أحط الثوم، أحط شوية نعناع خلاص، وهبدأ أجيب ويسك عشان يعني أقلب التتبيلة دي، وأحط طبعا زيت الزيتون والملح والفلفل. أحط أهو الملح والفلفل، أتبلها كده بشوية فلفل أسود، احط كمان عليها شويه ملح تمام، وزيت الزيتون. زيت الزيتون ممكن تحطوه في التتبيله وممكن تشتغلوا بيه في الطاسه، انا هحطه في التتبيله عشان برضو هوريكوا ازاي برضو تقدروا ان انتوا تخزنوها او تفرزوها في الفريزر وتاخدوها معاكوا في اي مصيف او اي مكان انتوا رايحين. اهو بصوا التتبيله اهي بالشكل ده، هخلط كل البهار اللي عندي مع الزبادي مع زيت الزيتون بالشكل ده كده، وهبدا ان انا احط الفراخ. اهي شايفين اهي. اسلام عايزه مايونيز بعد اذنك. تمام، جيب معلقه احسن اقلب. اقلب كده كل الفراخ مع التتبيله اللي عندي كويس اهي خلاص، واسيبها تتبل شويه، ممكن ابيتها ليله، ممكن اسيبها 6 ساعات. زي ما قلت لكم من ضمن التتبيلات اللي ممكن، زي ما احنا عملنا قبل كده الاسبوع اللي فات الشيش تاووك والكفته والبانيه، ممكن برضو تقدروا تعملوا الشاورما وبرضو تحطوها في اطباق وتحطوها في الفريزر، بحيث لو انتوا رايحين المصيف من الحاجات اللي انتوا تحضروها. ممكن تعملوها سندوتشات، ممكن تعملوها بالطريقة اللي أنا هعملها، ممكن تعملوها كفتة، فتة شاورما بشوية رز وعيش محمص كده تبقى غدوية مع التومية اللي احنا عملناها قبل كده، تقدروا تستخدموها بأكتر من استخدام. أهو هبدأ بقى أحط الطاسة بتاعتي، وهحط شوية من الزيت بسيط جدا، زيت الزيتون أهو هنا
بسيط، انا حطيت شويه برضو في الفراخ، فانا هحط بسيط قوي في الطاسه، يا دوب بس يعني ايه ماده دهنيه كده ايه تبقى في الطاسه وانا بنزل فراخ، وهبدا انزل بالشاورما بتاعتي اهي. عايزه مايونيز يا اسلام بعد اذنك. تمام كده بالشكل ده، نصه، واحاول افرد كده عشان الحراره زي ما قلت لكم توزع، اكون مسخنه الطاسه او الحله كويس، واحاول افرد كده عشان الحراره تتوزع. خلاص تعالوا بقى ايه دلوقتي هنعمل الخلطه بتاعه الصوص الابيض او الصلصه البيضاء اللي بتبقى موجوده فوق التوست. احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا هنجيب التوست ونشيل الاطراف بتاعته ونسيبها على جنب، ودلوقتي بعمل الشاورما وبرده هتستوي وهسيبها على جنب. خلاص طيب دلوقتي بقى هبدا اعمل الصلصه البيضاء بتاعتي اللي انا هحطها من فوق، اللي هي عباره عن جبنه كريمي وقشطه ومايونيز، هحط الكلام ده كده مع بعض وهخلطه، هوريكوا ازاي اهو. هبدا افضي الجبنه الكريمي على المايونيز، اجيب بس حاجه اهي، على القشطه بالشكل ده كده، تمام. وبصوا يعني هخلطها، هي هتخلط بسرعه جدا، هخلطها كده بالشكل ده، مش محتاجه اكتر من كده، لان انا دي هفردها على التوست بتاعي في الاخر، فمش محتاجه غير ان انا اخلطهم كده على بعض، مش هحط ولا ملح ولا فلفل ولا خل ولا اي حاجه خالص. تمام طيب اقلب كده شاورما اهو بالشكل ده، بصوا كلها تستوي كده كويس، مش بتاخد وقت خالص، زي ما قلت لكم احنا مقطعينها شاورما فمش هتاخد وقت مننا خالص. التوست ده برضو من الحاجات الكويسة فيه ان احنا ممكن نحشيه اي حاجة، يعني ممكن نشيل الشاورما الفراخ دي ونحشيه اي نوع من اللي احنا عايزينه، لحمة مفرومة، لحمة متقطعة، جبن، بس سوسيس، بسطرمة، لانشون، اي حاجة. فكرته لطيفة وحلو قوي للصيف بصراحة. خلاص اقلب كده كويس، اتأكد ان كله متوزع الشكل اللي شايفينه ده كده، وبعدين ابتدي اجيب البايركس اللي انا هشتغل بيه، اجيب بايركس كده بالشكل ده، وهبدأ ارص فيه التوست اللي انا شايلة الاطراف بتاعته اهي. بصوا ارص كده، اهو كده بالشكل ده. خلاص ودول هبتدي مثلا ممكن اجيب اتنين وهقطعهم كده ايه بالسكينه. اهو بالشكل ده كده. خلاص وبرضو نفس القصة فوقيهم، يعني نفس الموضوع، هحتاج ان انا احط فوقيهم بنفس القصة. طيب دلوقتي بقى ممكن ان انا اطلع فاصل لحد ما الفراخ عندي تستوي شوية عشان نكسب وقت ونرجع على طول نكمل بقية وصفتنا. عملنا ايه سريعا؟ تبلنا الفراخ بتاعتنا اللي احنا مقطعينها شاورما، وبعدين نزلناها في الطاسة سويناها، بعد كده رصينا التوست بتاعي بالشكل اللي انت شفتوه، وكمان خلطنا الجبنه مع المايونيز والقشطه وسبناهم على جنب. هنركب بقى الكلام ده كله بعد الفاصل، تكون الفراخ كمان اخدت سوى
كام دقيقة كده كمان تكون خلصت معانا. وسط رصيناه في البايركس بتاعنا، وكمان الفراخ بتستوي على النار، فخلاص كده تمام جدا، مش محتاجة ان انا اسويها اكتر من كده. زي ما انتم شايفين متقطعة صغير، فمش هتاخد وقت خالص. في المرحلة دي بقى ابدأ ان انا احط الفراخ بتاعتي على التوست. تعالوا نوديه كده، احطها على التوست بالشكل ده كطبقة كده في النص اهو. زي ما قلت لكم اي حشو تقدروا ان انتوا تبدلوه مفيش مشكلة خالص. هوزع كده الفراخ بالشكل ده اهو كده، وزعها كويس اهو تمام. وهبدأ ان انا احط الطبقة التانية بتاعت التوست اهو. بصوا اغطي خالص اهو بالشكل ده، احاول اغطي اي فراغات عندي، متبقاش فيه اي فراغات اهو. الشكل ده كده اغطي كل الكلام ده، اي فراغ ابدا ان انا اغطيه بالتوست بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حتى لو في حته كده ممكن اعملها بالسكينه على قدها اهي. خلاص تمام. ابدا بقى احط عليها الجبنه والمايونيز والقشطه من فوق كده بالشكل ده، وزعها كده، وبعدين ابدا افردها. اهو نزلها كده كلها، وابدا افردها على التوست كده. بصوا اوزعها كده بالراحه على كل التوست الموجود. بصوا تفرد بمنتهى السهوله. دي قشطه ومايونيز وجبنه كريمي. طب ما عنديش جبنه كريمي، ينفع استخدم اي جبنه؟ اه مفيش مشكله، لو لقيتوها ماسكه، لو استخدمتوا اي جبنه ممكن تخففوها بشويه لبن. تمام اهي، شويه لبن شويه كريمه. ابدا بقى ايه، افضي بس شويه دول واوزعهم تاني اهو اهو كده. بصوا احاول اوزع كده على قد ما اقدر، يبقى كل التوست اخد من الخليط بتاع الصلصه البيضاء او الصوص الابيض ده اهي. بس كده تمام قوي. خلاص دلوقتي بقى احط شويه الجبنه، احط جبنه موتزاريلا، احط جبنه شيدر، احط رومي اللي متوفر عندي اهو كده. ابدا احط فوق الوش الجبن بتاعتي، شايفين الطبقات عامله ازاي اهو الشكل ده كده. تقللوا وتزودوا وتغيروا نوع الجبن براحتكم، اللي متوفر عندكم زي ما اتفقنا قبل كده هنعمله. انا بحب امكس الجبنه الموتزاريلا بالشيدر، برضو تقدروا تعملوا ده او براحتكم خالص اهو. حط كده على الاطراف عشان يبقى كل ال توست عليه جبنة من فوق اهو. طبقة الجبنة دي زي ما قلت لكم حابينها كتير قليل حسب الرغبة. انا بس ايه هداري كده التوست بالجبنة، شوية جبنة اهو. خلاص طيب، شوية زعتر كده فوق الوش اهو. بس
زعتر بسيط بيديني طعم حلو قوي بالشكل ده كده، وعلى طول على الفرن هدخلها الفرن. خلاص انا كده عملتها وسويتها وحطيت الطبقات بتاعتي وسويت عليها من فوق والكلام ده كله، وحطيت عليها الجبن والزعتر، انضف بس هنا وادخلها على طول الفرن. يلا اهي بالشكل ده. تقدروا زي ما قلت لكم ان انتوا تعملوها كلها جبن، مفيش مشكلة لو انتوا حابين. تمام؟ طيب نطلعه لكم هنا، بصوا بالشكل ده كده اهو. تمام قدامنا اهو، حلو جدا، وجبنة سايحة وشكله يجنن. خلاص